شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية المساهمين بين هيئة قناة السويس وشركات يونانية لإنشاء شركة مساهمة جديدة لتقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة. وأكد رئيس مجلس الوزراء عقب التوقيع أن الشراكة الجديدة تتيح تقديم خدمات لوجستية جديدة للسفن العابرة لقناة السويس، بما يعد إضافة قوية تدعم تطوير منظومة تقديم الخدمات اللوجستية البحرية، وتعظم من الاستفادة من المجرى الملاحي لقناة السويس والمنطقة المحيطة، وتتكامل مع جهود الدولة المصرية لدعم الاقتصاد الوطني بجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص عمل للشباب.